حضور التلاميذ صباحا يعني بالبرد القارس للتعليم، هذا أكبر موقف واجهته ويعني لقيته صعب. اسمي كمال الحسن، الآن مدرس في مدرسة تطوع في مدرسة السكري، كنت عمري 27 عام. والله أسسناها نحن تقريبا من شيء، أنا بلشت بالمشروع هذا من شيء سنة ونصف، لتعليم الطلاب يعني محو الأموية، هذا الهدف الرئيسي. والهدف الثاني يعني تعليم القراءة والكتابة والحساب والمبادئ اللي يحتاجها الطالب في حياته. تبع المدرسة بيصير بهم شتاء ومطر، تصير تنقض على الطلاب وعلى المدرسين. عم داوم دوام نظامي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11:30، يعني هلا غرفهم جميع يعني اللي عم تعاني بالمدرسة من ضعف إمكانيات، في إقبال كبير من قبل التلاميذ على التعليم. والله نستخدم كانوا الطلاب جالسين على الأرض، عبارة عن لوح صغير وأقلام ودفاتر للتلاميذ، ما عندنا لا كتب ولا أي شيء كان للطلاب. ورا صوت اللوح. والله أكثر موقف صعب واجهته بالمدرسة هو حضور التلاميذ صباحاً يعني بالبرد القارس للتعليم، هذا أكبر موقف واجهته ويعني لقيته صعب. أيوة حطني بخيمة عم تنتي علينا مي لأنه مشقوقة الشواتر ناقصة، كنا شهر ونص باركين على الأرض، قام جابونا مقاعد لازمنا أقلام. أقلام للوح. حب كتير، حب الأستاذ والأنسي. عندي 20 صديقة بحبهم كتير لصدقاته، ولا وحدي كلهم بحبهم. حلمي بصير أنسي بعلم هالطلاب والأطفال. Thank you.